السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تجربة جديدة من قناة سعودي أوتو لايف السيارة اللي معانا اليوم هي بورشا باكستر بورشا باكستر اس بورشا باكستر ان عمل لها اهم شد وجه في حياتها مثل الناني 11 كاريرا الجديدة اتخفضت واتخلصت من محركها الطبيعي لصالح المحرك تربو تشارج وهذه استراتيجية بورش الجديدة على سياراتها كلها للحد من ايه الانبعاثات والتلوث البيئي وتطوير فعالية المحركات اللي عند شركة بورشا والهم من هذا كله انه نظام التربو بيستخدم مع محرك مسطح من اربعة سلندر بدل من النظام التقليدي اللي كان مع المحرك المسطح من او مع الستة سلندر اللي بتخلي البوكستر اول سياره بورشا سبورت تستخدم اربع سلندر من عشرات السنين. عمليه شد الوجه هذه جابت تغييرات في اسماء بعض السيارات البوكستر حتباع كبوكستر 718 من الان وصاعدا، في حين انه الجديد للبوكستر هو الرقم 718، لكنها مش جديده للبورشا بصفه عامه. الألمان استخدموا نفس الاسم لسيارة سبور خفيفة الوزن صنعت ما بين عام 1957 و 1962 والسبب في قرار بوشا استرجاع الاسم بوكستر مرة ثانية مش من قبيل الصدفة في حين أنه الـ 718 كانت استخدمت لمحركات أربع سلندر في ذلك الوقت علاوة على ذلك أنه الـ 718 الأصلية كانت سيارة سباق ناجحة فازت بتارجا فلوريا بطولة سعود التلة الأوروبية وكذلك سباق ال 24 ساعة لومونز لذا من الطبيعي لمصنع سيارات يبغى يستعمل تراثه في رياض السيارات وكذلك الاسم 718 حيستخدم مرة ثانية للكيمن لمن الكوبي انعمل لها شد وجه لكن حتى حين ذلك الوقت خلينا نشوف التجديدات اللي انعملت على البوكستر هادي ونشوف ايش هي التغييرات اللي انعملت لها وتنافس البورشا بوكستر كل من ألف روميو 4 سي سبايدر موديل 2016 واودي تي تي اس رودستر الكشف موديل 2016 وحنستعرض معاكم مقارنه سريعه في نهايه التجربه لهذه السيارات مع مين؟ مع البوكستر، اما بالنسبه للتغييرات الخارجيه بورشا بتقول انه كل الواح السياره الهيكل تبع البوكستر ما عدا غطاء صندوق الامتعه والزجاج الامامي وسقف غطاء الكشف اعيد تصميمهم بالكامل، ملمحين انه 718 انعمل لها اكثر من شد وجه لكن تصميم ألواح الهيكل مشابه تماما للجيل السابق حفاظا على أن تعرف 718 إنها بوكستر أهم التعديلات اللي انعملت للبورش الباكستر هي المقدمة تبعت السيارة أصبحت أعرض شوية مع صدام جديد والنتيجة أنه الأضواء الأمامية زي ما أنتم شايفين هنا أصبحت من طراز LED ونهارية وكذلك أنحف من الجيل السابق وأصبحت مش متداخلة مع الفتحات لكنها مركبة كأنها قطعة واحدة الشبكة الأمامي اللي موجود هنا اللي هو تحت لوحة السيارة تعتبر في الوسط وأعيد تصميمها كذلك وتغيير مهم جدا هو إضافة بورشة أضواء جديدة موجودة هنا على جانب الصدام من طراز زنون مزدوجة اختيارية من أربع نقاط نهارية اللي هي دي آر إل وهي تتوفر في البوكسر لأول مرة وتعطي السيارة الكشف منها شكل مختلف وجميل اما من جانب السياره البوكستر 718 تصميمها ما تغير مقارنه مع البوكستر لكن بعض الميزات اللي تلفت انتباهك لما تقرب تشوفها كمثال الاجنحه اللي موجوده اسفل السياره تصميمها جديد مستقل الى جانب مقبض الابواب اللي موجود هنا من دون غطاء وفتحتين اكبر لدخول الهواء من ثلاثه شرايح اللي موجوده هنا والمرايا الجانبيه زي ما انتم شايفين هنا اتغيرت وتجددت وتتوفر البورشا بوكستر بجنود ستاندرد اساسيه بقياس 19 بوصه واختياريه اذا يقدر يطلب جنود مقاس 20 بوصه التعديلات ممكن تشوفها كذلك من الواجهه الخلفيه للسياره بورشا عاد تصميم الواجهه الخلفيه زي ما انتم شايفين بحيث انها اصبحت اعرض بكثير من مين من الجيل السابق وجود المقطع الطولي بين الاضواء الخلفيه زي ما انتم شايفين هنا هذا هو المقطع الطولي ومكتوب عليه اسم بورشه على المقطع الطولي طبعا الموديل الاساسي الستاندرد بتصميم فتحه العادم وسطيه مستطيله في حين انه البوكسر اس زي السياره الموجوده معانا فتحات العادم وسطيه مزدوجه شكلها ايش دائري موجود هنا

وهنا يجينا للمكان اللي بورشا عملت فيه تغييرات جذرية وبورشا عادة ما تحب توري محركاتها لا للصحفيين ولا لزبائنها محرك بورشا البوكستر مدفون هنا في المنطقة هذه هنا موجود هو المحرك أول شيء بالنسبة للمحرك لغو المحرك السابق اللي هو ستة سلندر فلات أو المسطح وبدلوه بمحرك جديد من أربعة سلندر مسطح المصنع اللي طور أداء وفعالية هذه المحركات أنهم حطوا في بالهم البوكستر والبوكستر اس هتستفيد من هذه المحركات الجديده الموديل الاساسي الستاندر للبورشا 718 بيتوفر بمحرك تربو تشارج سعه 2 لتر بيعطي 300 حصان وعزم دوران 280 رطل قدم اللي هي 35 حصان و74 رطل قدم اكثر من الجيل السابق عزم الدوران المثير للاعجاب جاي نتيجه التربو تشارج واللي المفروض يخلي اداء ال718 14% اكثر فعاليه اللي بتعطي الموديل الاساسي تسارع من 0 الى 100 كم في الساعه في خلال 5.1 ثانيه بنقل حركه يدوي ومع البي دي كي الالي خلال 4.9 ثانيه، واذا ضفت مجموعه السبورت كرونو يصل تسارع السياره الى 4.7 ثانيه واللي يخليها .8 ثانيه اسرع من الجيل السابق. والسرعه القصوى زادت الى 275 كم في الساعه اي 15.8 من كم في الساعه زياده من الجيل السابق اما بالنسبه للبوكستر اس اللي كانت تيجي بمحرك سعه 3.4 لترات 6 سلندر فلات استبدلت بمحرك سعته 2.5 لتر 4 سلندر فلات تيربو تشارج المحرك الجديد بيعطي قوه 350 حصان وعزم دوران 309 رطل قدم للعجلات واللي معناه 35 حصان و43 رطل قدم مطور اكثر من الجيل السابق بتسارع من 0 الى 100 كم في الساعه خلال 4.6 ثانيه بناء الحركه يدوي ومع الناقل الالي البي دي كي خلال 4.4 ثانيه ولما تضيف مجموعه سبورت كرونو البوكستر اس تسارعها يصل من 0 الى 100 كم في الساعه في خلال 4.2 ثانيه والسرعه القصوى تصل الى 285 كم في الساعه اللي هي 10 كم في الساعه اسرع من الجيل السابق مثل الموديل السابق البوكسر الجديده تيجي ستاندرد بناقل حركه ست سرعات يدوي في حين انه البي دي كي جير بوكس الي متوفر كنظام اختياري عشان تطور اداء البوكستر اكثر حيكون عند الزباين المقدر انهم يجهزوا سياراتهم البوكسر والبوكسر اس بمجموعه سبورت كرونو الاختياريه مثلها مثل الناني 911 المجموعه الان تضم البرنامج الخاص علاوه على ثلاث وضعيات اللي هي نورمال وسبورت رياضيه وسبورت بلس رياضيه بلس الموديلات المجهزه بالبي دي كي ان عملها زر اضافي اللي هو سبورت ريسبونس موجود هنا على عجله القياده هذا اللي هو بيعمل ايش آه يشغل ويخلي ردود فعل المحرك حاده وكذلك ناقل الحركه تحسن من القوه الاندفاع او انطلاق السياره وانا بدي اسمعكم صوت المحرك السياره هنشغل السياره الان اسمعوا كيف صوت السياره ألازم انه ما في كله بيقول بورشه شد الوجه صار معاها تحديث لنظام التعليق إعادة تقويم حتى تعطي السيارة أداء ورشاقة عالي المستوى كمثال نظام التوجيه الكهربائي أصبح الآن 10% أكثر مباشرة في حين أنه نظام التعليق أصبح أكثر إيش صلابة وكنظام اختياري الزبون ممكن يطلب اللي هي PASM اللي هي بورشا أكتف سسبنشن مانجمنت نظام بورشا للتحكم بالتعليق النشط اللي ينزل من اه ارتفاع السيارة ينزل من ارتفاع السيارة للأرض شوية ويوفر توازن متكامل ما بين راحة الركاب المناسبة للرحلات الطويلة والصلابة الضرورية في نظام التعليق عشان تعطيك قيادة رياضية مميزة اس PASM ينزل من السيارة بـ 10 ملم للبوكستر 718 و20 ملم في البوكستر S والمطر شغالة ونحن جالسين بطن السيارة بنتكلم والمطر نازل وبغالنا نرفع الايش الغطاء حق السياره عشان لا تنعدم اللي هي المقصوره الداخليه تبعت السياره المطر على اخره من الداخل التعديلات لبوكستر سبورت تجددت لوحة القيادة وفتحات الهواء تغيرت والعدادات اتحدثت لكن بالنسبة للشكل والمقاس لا زالت نفس الجيل السابق عجلة القيادة تجددت وتحدثت والكونسول الوسطي شكله اتحدث الآن أصبح أفخم وفي تشابه كبير من الناين 911 والمتبقي لم يتغير، لكن بورشا عملت بعض التحديثات في قسم التقنيات مثل نظام بورشا لاداره الاتصالات الجديد اصبح كتجهيز اساسي. اللي بيعطيك تحكم الهاتف الجوال والنظام الصوتي. نظام بورشا الصوتي اصبح بقوه 110 واط وممكن تطور نظام الملاحه ويصير بتحكم صوتي. بورشا بتوفر وحده التوصل والتوصيل اللي هي كونكت، علاوه على وحده تعطيك الوصول الى خدمات ايش؟ الانترنت. لو عملنا مقارنة سريعة بمواصفات السيارات المنافسة للبوكستر الفا 4C سبايدر منافس قوي للبورشا كيمن وبوكستر 4 سي سبايدر اللي بتيجي بنفس ميزة السقف كشف مثل البوكستر رياضية محركها أربع سلندر سعة واحد فاصلة سبعة من عشرة لتر تربو تشارج بيعطي 240 حصان وعزم دوران 258 رطل القدم مع ناقل حركة من طراز تي سي تي لكن في حين انه الفور سي سبايدر مش بقوه الموديل الاساسي الستاندر بوكستر السياره الكشفه الايطاليه بسرعه الالمانيه تسارعها من صفر الى 100 كيلومتر في الساعه في خلال 4.7 ثانيه من ناحيه السعر الفور سي الكشف سعرها تقريبا 280 الف ريال سعودي وسعر البوكسر هو 228 و400 ريال في حين انه البوكسر الاس يصل سعرها الى 256 و700 ريال والمنافسة الثانية هو اودي تي تي اس رودستر الكشف موديل 2016 مقارنه اودي لبورشا و1100 مثل مقارنه التفاح مع برتقال مع مانجو لكن التي تي اس الكشف سريعه مقارنه مع منافساتها ويمكن ما عندها قوه الماركه مثل بورشا لكن الاولى خيار جيد لسببين على الاقل اول شيء بتستعمل محرك اربع سلندر سعته 2 لتر وبيعطي 310 حصان وعزم دوران 280 رطل قدم واذا دققت على الارقام حتلاقي انه الاودي تي تي اس ارقامها اعلى من البورشا بوكستر الموديل الاساسي والفورسي سي وتسارعها من صفر الى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 من عشرة ثانية الشيء الثاني سعرها افضل من البورشا بوكستر اس والفورسي سي وسعرها يبدأ من 195 ألف ريال خلاصه التجربه صار للبورشه بوكستر عشرين عام من يوم ما قدمتها شركه بورشه وتغيرت على مدار العشرين سنه تغيير تام المحرك اربع سلندر تربو الجديد بيضع علامه على عصر جديد من مستوى الدخول لسيارات بورشه الكشف واحد ممكن يشوف رجوع المحركات اربع سلندر فلاد لشتوتغارت لبناء السيارات الرياضية بعد عدة سنوات في حين احتمال وجود محركات تيربو تشارج في الجي تي اس بيقلق الناس المتعصمين للجي تي اس البوكسر الجديدة مما لا شك فيه حتخلي قلق الهواء من ارتفاع سعر البنزين مبسوطين أكثر أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بتجربة اليوم ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث فضع جوالك على الصامت وقد بأمان واحترم حق الآخرين على الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته